مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم هنا من مدينة الحسيمة. في جولة ما قبل الفطور، إذا أخوتي قولوا لنا كيف دوزتوا نهاركم، وكيف دوزتوا أيام الأولى يا سيدنا رمضان. احنا بالضبط في حي المنزه، داخل المدينة. مدينة شبه مهجورة، الحمد لله الناس ملتزمة بالحجر الصحي وواعية. كنحييو ساكنة الحسيم على هذا الروح التضامن ديالهم، التفاهم ديالهم، التعاون ديالهم. إذن متتبعي قناة شوف تي في، احنا في جولة في مدينة الحسيمة ساعة قبل الفطور. طبعا احنا كندورو في الأحياء وفي الشوارع أزقة المدينة، كنشوفوا واش واقع، واش الناس ملتزمة. احنا في شارع الحسن الثاني، الشارع هذا كان كيعرف واحد الحركية كبيرة خوتي. دابا في هاد الظرفية هادي ديال هاد الجائحة ديال كورونا، شارع مهجور خاوي. الحمد لله الساكنة ملتزمة بالحجر الصحي، وما كيخرجوش من ديرهم إلا للضرورة.
وي خي عزدين، حنا في شارع تيتوان فلوريدو. راه فلوريدو خويا عزدين شتي، ولكن دابا حنا في شارع تيتوان. سي مريم بصحة فطورك، بارك الله فيك. تحية ليك وتحية للناس ديال مكناس. ديال اخوتي قولوا لنا كيف دوزتوا نهاركم، واش عملتوا فيه. ويا بن الحاج الله يعطيك الصحة، حتى انت بصحة فطورك. تحية ليك وتحية للناس ديال خنيفرة. ويا خويا محمد زاهر، حنا في مدينة الحسيمة، حنا في شارع محمد لاميس. ساعة قبل الفطور حنا في واحد الجولة كنتفقدوا الشوارع والاحياء والازقه ديال المدينه، كنشوفوا واش الناس ملتزمه بالحجر الصحي. تحية ليك خويا محمد، وتحية للناس ديال الدار البيضاء والناس حي المحمدي. حي المحمدي وما أدراك حي المحمدي.
تحية ليك خويا عدنان وتحية للناس خنيفرة. خويا يحيى، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية ليك أختي فاطمة وتحية الناس ديال الفنادق. السلام.
ايه يلا ما كاين حتى شي اصابه الحمد لله. هذه 19 يوم ما كاين حتى شي اصابه. انتوما حنا في الشارع تاع روح بن زياد، كنا دزنا من شارع محمد الخامس من حي المنزه، حسيمه شبه مهجوره، الناس ملتزمه الحمد لله بالحجر الصحي، والحمد لله هذه 19 يوم ما كاين حتى شي اصابه. طبعا هادشي بالمجهودات الناس ديال السلطات والاطباء المدنيين والاطباء العسكريين اللي كيسهروا على صحه وسلامه هاد الناس هادو والناس اللي مرض. تحيه كبيره لهاد الناس هادو اخوتي. احنا دابا في شارع عبد الكريم الخطابي، وي خويا محمد الحسيمه خاويه. الناس ملتزمه الحمد لله بالحجر الصحي، ما كتخرجش كاع، قليل فين تلقى شي واحد خارج، ولكن خارج الا للضروره، غادي للفرماسيا يشري الدواء ولا غادي للمارشي يتقدر لي شي حاجه اللي هي مهمه وضروريه. هنا الناس الحمد لله ما ملتزمين بالحجر الصحي.
احنا في شارع الحسن الثاني، بدات الشارع هذا اللي كنت كنعرفو واحد الحركية كبيرة. شوف الناس ملتزمة الحمد لله، هذا الشيء كيفرح وكيف الشر بالخير. خوتي بصحة فطوركم وتهلاو في راسكم. يلا خوتي غادي نقول لكم بصحة فطوركم وتهلاو في راسكم اخوتي.